أعزائي الطلاب، سنتعرف في وحدة من نحن على الجزء الثاني من صحتنا الجسمية وصحتنا النفسية. تتمثل صحتنا النفسية في مشاعرنا وكيف نعبر عنها وكيف نشعر بها وما هي أنواع المشاعر. لذا في مقدمة هذا الأسبوع سنقوم بمهمة بحثية نهائية عن الجزء الأول من الصحة الجسمية، وهي سنقوم بالبحث في الروتين اليومي الصحي، ثم سنقرأ درس كيف نشعر المقدم من قبل المعلمة الذي يحتوي على العديد من المشاعر وكيف نصف أنفسنا خلال الشعور بذلك، وسنتعرف على أنواعها وكيف نتحكم بذاتنا ونضبطها ونستخدم هنا مهارة إدارة الذات. ثم سنقوم بمطالعة خارجية من كتيب القراءة وكتب المكتبة والقصص التي أطرحها عليكم في الغرفة الصفية. وهنا سنذهب إلى المكتبة المدرسية لعمل كتابة تعبيرية عن موضوع المشاعر، ثم سنذهب إلى مهارات كتابية ونتعرف على مواطن الهمزة في الكلمة في أولها ووسطها وآخرها وأشكالها في الكلمة وقواعدها الكتابية، وسنتدرب على المهارات الإملاء.